الحين هذي أولادنا ما منهم فايدة، ما منهم فايدة في الدراسة، ما منهم فايدة. عنبوا حلة كاملة، حط عليها بيت بيت، ما حد جايب فوق 62، بس 62 وبعد أدبي علمي ما شيء، علمي ما حد مختار علمي، مختارين أدبي اللي كان ما فيهم أدب ولا فيهم سنع. عيل أعلى واحد جايب 62، لا وهم نادرة، قالت إن ياب فوق 60 أنا بسوي لي كيكة وبسوي لي دق أسبوع. دقوش على راسك انت ولدش، ها ما بسوي لك كيكه، بسوي لك تنور بعقه داخل. هي ما في ادب، مدلعينهم ترى مشرغينهم. نحن بس اولادنا في الحين الله بس يرسيني مي اذا تعب الذاكر، لا لا اليوم بس السينما ويا ربعي طالع فيلم حلو مال هذاك البطل الاجنبي زين. الله بس العب كوره اليوم على الترتان. الله ابى اشتري بيبسي. الله اكب ربعي كلو من كنتاكي. بابا بتجيب لنا بيتزا، بابا بتجيب لنا ما ادري كيف، بابا بتجيب لنا. شوف المصريين اليوم، لقيت واحد مصري مدرس، ابوه مدرس، الولد جاب 99.1 بوينت، يعني 100% عباره، ويصيح ويدقدق بعمره. قال له ابوه فيك ايه يا ابني، مصطفى اسمه، قال يقول لي بابا انا مش النتيجه اللي عاوزها دي، انا عاوز اكتر. قلت له خيبي، بعد اكثر عن 99 كم توتيب؟ ترى ماشي هاي 100% ماشي، كيف بتسوي بعمرك؟ كان يقول انا عاوز اختبارات زياده. شوف العلم كيف ما سدت لنا الاختبارات، يبقى يختبر بعديه، ونحن يوم يوم الاختبار واحد ينتفض، يا الله باكر اختبار، يا الله باكر اختبار، كانك تهز الحمى ويصير داخل. ماشي المصري، المصريين شياطين، ترى بعد هذا الشيء يرجع لي الاكل. ويش ياكلوا مصريين؟ محشي كوسه، محشي ما ادويش، كوارع، ياكلوا ذي مسكعة، ياكلوا ذي الأكلات الحلوة. شو أساميهم؟ نحن لا، مكبوس دياي تحتي، عيش قبولي، مكبوس دياي، عيش قبولي، مكبوس دياي. هذا ترى المكبوس يأثر على المخ، يأثر المكبوس. كم واحد ماتوا مناك من عندنا، كم واحد من المكبوس؟ المكبوس يخليك تصاوي على طول الليل، خصه مكبوس الدياي ينفخ لك بطنك. هيك كم واحد مات، وهذه المطاعم ويش سووا بهذه بالمكبوس؟ يغسلوه بصابون لهذا العيش ويستوي، حتى يشوف تاكل لقمتين في المطعم مره تشبع، ويوم تاكل في البيت لو تاكل من يوم لين باكر ما تشبع. هي المهم برايهم ذي الاولاد ما منهم فايده. نحن يا ابوكم ما لحقنا على الدراسه ولا بنسوي شغله.